هذا السائل يقول: أريد أن أسأل فضيلة الشيخ عن أساسيات الطلب لطالب العلم وبعض الكتب التي يوصي بها. أول شيء المقررات التي بين أيديكم أتقنوها واعرفوها، وهي فيها خير كثير وتفتح لكم مجالات العلم. عليكم بالاعتناء بما بين أيديكم من المقررات وإتقان هذه المقررات، وهي كفيلة بإذن الله أن تفتح لكم أبواب التزود من العلم. نعم.